شعيب هو ساحر سوداني كان مشهور جدا في فترة التسعينيات، وقدر يحقق فلوس كتير جدا بسبب السحر، لحد ما ارتكب اخطر جريمة حصلت في السودان في الوقت ده. القصة دي من ملفات البوليس السوداني، ومصدر وصاحب القصة من جوه السودان. 1994 كان في شاب سوداني عنده حلم انه يبقى رجل اعمال، وكان عنده مجموعة من الافكار الاستثمارية اللي المفروض انها تحقق مكسب مالي كبير. والشاب ده كان عايش في ولاية النيل الأبيض، وتحديدا في مدينة الدويم، وبسبب نقص خبرة الشاب ده خسر كل استثماراته وخسر فلوس كتير جدا، وده لأنه كان عنده حلم الثراء والمكسب السريع. وبدأ الناس المشاركين معاه في المشاريع يطلبوه بفلوسهم، وهو كان ما عندوش حل إلا أنه يتجه للسحر، وقرر أنه يروح لأشهر ساحر معروف في الوقت ده اسمه شعيب. وكان في نوع من انواع السحر المشهور في الوقت ده اسمه سحر تنزيل الفلوس او سحر تنزيل الاموال، والسحر ده هدفه انه ينزل الفلوس على الشخص اللي طالب السحر بطرق مختلفة، اما من خلال فتح مجالات مختلفة من الشغل، او من خلال مضاعفة الفلوس الموجودة عند الشخص، وده من خلال السحر. وازاي ده يحصل الله اعلم، لكن كان الساحر بياخد فلوس كتير جدا علشان ينفذ لاي شخص سحر تنزيل الفلوس. وكان شعيب من اشهر السحرة باعمال الدجل والشعوذة بكل انواعها، وكل الناس كانت بتخاف منه لانه كان مفهمهم انه على علاقة قوية بالجن، وكان بيعتمد في كل انواع السحر اللي بيعملها على الزئبق الاحمر، وده كان السبب اللي بيخلي شعيب يطلب مبالغ مالية كبيرة من الناس علشان ينفذ لهم السحر، لانه كان بياخد منهم الفلوس علشان هو يشتري الزئبق الاحمر بطرق خاصة بيه. وكان عنده 2 مساعدين، واحد اسمه نور والتاني اسمه محمد، والاتنين كانوا مكلفين ان هم يجيبوا زباين للساحر شعيب باستمرار، وكمان كانوا مكلفين ان هم يقنعوا الناس باي نوع من انواع السحر اللي ممكن يقول عليها شعيب، وكمان يقنعوهم باي تكلفة مالية ممكن يطلبها شعيب. ولما الشاب السوداني قرر ان هو يروح لشعيب، قابل في الاول نور ومحمد المساعدين بتوع شعيب، وهم سمعوا منه المشكلة كاملة وعرفوا يكونوا الطريقة اللي هينصبوا بيها على الراجل. وبعدها راحوا لشعيب حكوله مشكلة الشاب ده ايه، واتفقوا على ميعاد عشان الشاب ده يجي للساحر السوداني شعيب. في نفس التوقيت نور ومحمد كانوا اقنعوا الشاب السوداني ان هو يعمل سحر تنزيل الفلوس، ولان الشاب ده كان بيخسر فلوس كل يوم فوافق على كل طلباتهم، وراح وقابل شعيب. وشعيب طلب منه مبلغ مالي كبير علشان يشتري شوية طلبات واهمها الزئبق الاحمر. وتاني يوم من مقابلتهم شعيب عمل للشاب سحر تنزيل الفلوس. الشاب مشي من عنده، وبعد كام يوم لاحظ ان مفيش اي حاجة حصلت، الوضع زي ما هو والخسارة عمالة بتزيد. رجع تاني راح لشعيب على البيت واتهمه بان السحر اللي عمله له كان بايظ، ولكن شعيب والاتنين المساعدين اللي معاه اقنعوا الشاب بحاجة جديدة، اقنعوه ان النوع ده من السحر من الضروري ان هو يتعمل على مبلغ مالي كبير علشان المبلغ ده يقعد يتضاعف والشخص ده يعرف يكسب فلوس اكتر. وان المشكلة انه شعيب لما عمل له سحر تنزيل الفلوس عملها على باقي الفلوس المتبقية من الطلبات اللي كان اشتراها شعيب في السحر الاول، وهنا الشاب لازم يجي كل الفلوس المتبقية معاه ويطلع بيها على بيت شعيب، وشعيب هيحط الفلوس تحت السرير بتاعه في الغرفة الخاصة بيه مقفولة واللي ما بيدخلهاش اي شخص غير شعيب والاتنين المساعدين اللي معاه. والشاب يجي بعد 3 ايام علشان يلاقي ان الفلوس اتضاعفت، وهنا يبقى السحر اللي عمله شعيب نجح. للأسف الشاب السوداني بسبب المشاكل المالية اللي كانت عنده كتير اقتنع بالكلام اللي قاله له شعيب والاتنين مساعدين، فراح على بيته وجمع كل المبلغ المالي المتبقي معاه، وكان مبلغ كبير جدا، وطلع بيه على بيت شعيب وسلموا المبلغ، وبدأ ويعملوا الطقوس الخاصة بسحر تنزيل الفلوس على المبلغ اللي جابه الشاب. وبعدها شعيب طلب منه انه يمشي وما يجيش غير بعد 3 ايام علشان يستلم فلوسه. مرت 3 ايام والشاب راح على بيت شعيب، لكن المساعدين نور ومحمد اقنعوا الشاب ان الموضوع لسه محتاج يومين كمان، فالشاب مشي لكن قال لهم كلام فيه نوع من انواع التهديد،
نور ومحمد بلغوا شعيب بالتهديد اللي الشاب قال عليه، فشعيب طلب منهم انهم يقولوا للشاب انه يجي بعد يومين فعلا، سواء انه يستلم المبلغ اللي جابه او انه يستلم المبلغ اللي الضاعف بسبب السحر اللي عمله شعيب. لكن بعد مرور يومين الشاب اختفى خالص من البلد، ما بقاش ليه اي اثر ومحدش يعرف هو راح فين. وبعد ما مر اليوم الثالث اهل الشاب راحوا على اسم الشرطة علشان يعملوا بلاغ باختفاء ابنهم لانه ملوش اي اثر. لكن الناس اللي كانت مشاركة الشاب ده جالهم احساس ان الشاب هرب بره البلد خالص لانه نصب عليهم، وكانوا متأكدين ان اهل الولد عارفين انه هرب لكنهم عملوا بلاغ الاختفاء علشان يداروا عليه من جريمة النصب. رجال الامن السوداني بدأوا يعملوا التحريات علشان يعرفوا الشاب ده راح على فين. كل شهود العيان اكدوا ان الشاب ده اخر مرة شافوه كان بيقول لهم انه بيروح لبيت شعيب علشان يعمل بعض الاعمال السحرية. فرجال الامن استدعوا شعيب وبدأوا يحققوا معاه، لكنه انكر ان الشاب جاله البيت تماما وان في عدد كبير من الناس بيترددوا عليه يوميا بسبب انهم بيحتاجوا يعملوا اعمال سحرية، ولان مفيش اي دليل ضد شعيب فتم اخلاء سبيله ورجع على بيته وبدأ يمارس حياته بشكل طبيعي. شعيب اصلا كان شكله مخيف جدا والناس كانت بتخاف تقرب من بيته الا اللي عايز يعمل سحر، لان بيته كان عبارة عن مجموعة كبيرة من الطلاسم والتعاويذ والاعمال السحرية المختلفة، وكان دايما بيطلع اصوات بالليل مخيفة من بيت شعيب. وبرغم ان الامن اخلى سبيل شعيب الا ان كان في ضابط امن سوداني شاكك بنسبة كبيرة ان شعيب له علاقة مباشرة باختفاء الشاب ده، وبدأ يراقب شعيب بدون ما يلفت الانتباه، لحد ما في يوم كان ماشي في الشارع ولمح نور المساعد الشخصي بتاع شعيب، وكان ماشي في الشارع عادي فراح قرب عليه وقبض عليه وخده على اسم الشرطة علشان يحقق معاه. لكن لما بدأ التحقيق معاه قال له ان شعيب موجود في الأوضة اللي جنبنا، وان شعيب قال ان نور هو المسؤول عن اختفاء الشاب ده، ولحد اللحظة دي محدش عارف هو الشاب ده فعلا حصل له ايه، لان رجل الامن كان ذكي وكان شكه في محله، فنور خاف يشيل مسؤولية القضية لوحده، فطلب من رجل الامن ان يوعده انه هيحميه من الاذى بتاع شعيب، لان الحقيقة كل الناس كانت بتخاف تقرب من شعيب او بيت شعيب. فرجل الامن وعد نور انه هيحميه من اي خطر ممكن يجيله من ناحية شعيب، وبدأ يعترف ويقول له على اللي حصل. لما الشاب راح لهم على البيت وعرف ان السحر ما عملش اي حاجة ومفيش فلوس اتضعفت، وقال لهم كلام يهددهم بيه ان هو هيروح على الشرطة يبلغ عنهم، شعيب قرر انه يتخلص من الشاب ده تماما، وراح حفر حفرة كبيرة تحت السرير الخاص بيه في أوضة نومه الشخصية، وجاب برميل ومجموعة كبيرة من القماش والأكياس البلاستيك، وطلب من نور ومن محمد ان هم يبلغوا الشاب علشان يجي علشان يستلم فلوسه. أول ما الشاب دخل البيت شعيب دخله على الأوضة بتاعته وقتله، وبعد ما قتله قطع الشاب إلى أجزاء صغيرة وحطها جوه البرميل والأكياس البلاستيك ودفن كل ده في الحفرة اللي تحت السرير. رجل الأمن طلع قرار بسرعة بالقبض على شعيب وتفتيش البيت واستخراج الجثة. وصلوا على البيت وقبضوا على شعيب واستخرجوا الجثة من تحت السرير الخاص بيه، واستخرجوا كمان كمية أعمال سحرية وتعاويذ مخيفة جدا من داخل بيت شعيب، وتم إعدام كل الأعمال دي بعد ما خلصت التحقيقات معاه. واعترف شعيب إنه قرر إنه يتخلص من الشاب ده ويموته، وإنه ياخد الفلوس اللي جابها له لحد البيت. تم محاكمة شعيب والحكم عليه بالإعدام، وتم السجن للاثنين مساعدين بأقصى عقوبة، لأن محمد كمان اعترف على شعيب. شعيب كان متجوز أكتر من مرة وكان عنده أطفال كتير، وبسبب الفضيحة اللي عملها والقبض عليه كل عيلته مشيت من البلد. وللأسف لحد النهاردة لسه في ناس بتقتنع بأنها ممكن تروح للدجالين والمشعوذين علشان تعمل لهم أعمال سحرية. سلام عليكم.